أشوف إحنا بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كان عندها موقف سابق مش جديد في علاقة بالمحاكمات أمام المحاكم العسكرية، يعني محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكان الموقف مبدئي أنه إحنا رافضين يعني عرض المدنيين على المحاكم العسكرية، وهذا يراه ما هوش من فراغ، هذا جاء نتيجة نضالات التوانسة عبر التاريخ. يعني المحاكم العسكرية كانت تنتصب لمحاكمة المعارضين السياسيين تقريبا من أواخر الستينات في نظام بورقيبة، ثم استمر حتى الأشهر المحاكمات العسكرية في 78 للنقابيين، وكنا دائما معناها نرفض أنه تنتصب المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة لمحاكمة المدنيين ومحاكمة المعارضين السياسيين، هذا من حيث المبدأ بقطع النظر على هوية الأشخاص الذين يعرضون على المحاكم العسكرية. إذا كان نظرنا المسألة من زاوية الإجراءات الاستثنائية، هو عبر تاريخه في أعرق الديمقراطيات في العالم صارت معناها ظروف استثنائية مرت بها الأنظمة، سواء في أشهر الديمقراطيات في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت إبراهام لانكولن، وإلا في الدولة الفرنسية في الجمهورية الفرنسية في عهد دوغول. دونك المسألة بالنسبة للإجراءات الاستثنائية هي مخول لرئيس الجمهورية أو الحاكم، يعني في بعض الفترات في بعض الظروف الاستثنائية اللي تصبح فيها هيكل الدولة أو كيان الدولة مهدد، من حق رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات استثنائية. لكن بالنسبة للإجراءات الاستثنائية توا في الوقت الحاضر الخطر وين؟ الخطر هو في مركزة جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، وإحنا في لقائنا معاه المرة الأولى والمرة الثانية نبهنا إلى هذه المسألة، خاصة وأنه لا يمتلك حاضنة سياسية يمكن أن تحميه معناها من هذا الانزلاق، ونبهنا إلى أنه هذه المركزة تنجم تكون عندها انعكاسات سيئة على الحقوق والحريات. وفي الأمر الأخير الأمر 117 اللي يصدر هو نصص تقريبا على عدم المساس معناها بفصل الحقوق والحريات في الدستور، باب الحقوق والحريات في الدستور، وكذلك على الالتزام في كل مرة نتقابل معه الالتزام بعدم المساس بالحقوق والحريات. لكن هذا يبقى إلى حد الآن يبقى كلام، لأنه ما هو موجود وما هو واقع وما هو متداول اليوم هو أنه هناك بعض الإجراءات التي يشوبها نوع من الاحتراز أو من الرفض من طرف الحركة الديمقراطية بصورة عامة، ومن طرف منظمات المجتمع المدني، ومن طرف الشخصيات السياسية والحقوقية والمدنية اللي موجودة، يعني وما واللي يمارسوا فيها السلطات هذه بالأساس هي وزارة الداخلية وإلا وزارة الدفاع، وهذا بطبيعة الحال يخليهم موقع تساؤل وموقع نقد وموقع يعني حتى مساءلة في بعض الحالات، وهذه مهمة من المفروض كما صرح بذلك رئيس الجمهورية أن تكون موكولة إلى القضاء والأجهزة القضائية التي تتخذ مثل هذه الإجراءات. احنا قلنا انه راهو اجراء الاقامة الجبرية، الوضع تحت الاقامة الجبرية او الايقاف عن السفر، المنع من السفر، هي اجراءات استثنائية تندرج ضمن قانون طوارئ، وقانون طوارئ راهو قانون بلية، قانون قديم، قانون انتهى من وقت بورقيبة في 26 جانفي، يعني هذا القانون هو نفسه رئيس الجمهورية يعبر ويقول أن هذا القانون مخالف لدستور 59، فما بالك بوضعنا في الوقت الحاضر بعد ثورة. نحن نعتبر أن هذه الإجراءات هي إجراءات استثنائية سالبة للحرية، والإجراءات الاستثنائية تندرج ضمن قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ بالنسبة لنا أعطينا فيه موقفنا وقدمنا فيه حتى مقترحات معنا في التنقيح وسلمناها إلى السيد رئيس الجمهورية، ونعتبر أن هذه الإجراءات ما دامت لم تصدر على دوائر قضائية فهي
إجراءات تعسفية وإجراءات سلب الحرية. بطبيعة الحال احنا بالنسبة لنا فيما يتعلق بحرية الرأي وبحرية التعبير وبالصحافة وبالصحفيين، موقفنا دائما هو موقف مساند، لأنه ما نجموش نبنوا اليوم معناها بناء ديمقراطي بدون حرية رأي وبدون حرية معتقد وبدون مساحة كبيرة من حرية التعبير وحرية الكلمة وحرية الكتاب. فنحن نرفض إيقاف الصحفيين إلا من أتى جرما يعني يتنافى مع الميثاق الصحفي يعني المتفقين عليه الصحفيين، أو ارتكب جرما في حق معنا في حق الدولة أو مخالف القانون. هي الحريات بصورة عامة الضامن لها شنو؟ الضامن لها شيئين، أنه الآمر بأمره يعني المسؤول السياسي أو المسؤول مسؤولي الدولة يكونوا مؤمنين أولا بالحرية، مؤمنين بالديمقراطية، ثم كذلك أنه الضامن الأساسي لها هو ميزان القوة داخل المجتمع. اليوم الشعب التونسي ونخبته السياسية ونخبته المثقفة ونخبه الفنية وشبابه يكون مؤمن بالديمقراطية ومؤمن بحرية التعبير، فهذا هو الضامن الأساسي والوحيد والدائم المستمر. قد تحدث معنا تعثرات، تحدث تقلبات، ولكن يبقى دائما القوة الأساسية الضامنة للحرية هي قوة الأشخاص، قوة الأفراد، قوة المجموعات التي تدافع والتي تؤمن بالحرية. ما عنده حتى خيار آخر إلا أنه يستمع إلى أصوات المجتمع المدني، أصوات الصادقة معناها في تونس، لأنه أي إحنا في ظروف استثنائية، الظروف الاستثنائية بتتم فيها إجراءات استثنائية، وقد تقع فيها بعض الهنات أو بعض الانزلاقات أو حتى بعض الأخطاء، هذا وارد جدا، ولكن إحنا الحاجة اللي تسعدنا معناها كحقوقيين وكناشطين نقابيين وسياسيين في تونس هو أنه عنا قوة، عنا قوة مدنية، قوة تؤمن بالديمقراطية، قوة قادرة في أي لحظة أني تتحرك، أني تدافع عن الحريات مهما كان. هي في وقت بورقيبة معناها دافعت على الديمقراطية ودافعت على الحرية، في وقت بن علي دافعت وقدمت الضحايا وقدمت الشهداء وقدمت، وكذلك في السنوات الماضية كانت حاضرة في تذكروا في دستور 14 أو في أحداث 9 أبريل في شارع بورقيبة أو غيره أو غيره، أمام حتى الأصوات العنيفة وأمام الأراء العنيفة وأمام الأراء الرجعية كانت هناك طبقة قوية يعني حاضرة في كل المحطات ودافعت بكل قوة وبكل جدية على الحقوق، على مساحة الحقوق والحريات. وأعتقد أني قادرة في أي وقت، إذا كان الآن تمر بمرحلة من إعادة ترتيب الذات أو ترتيب البيت، فهناك اختلاف حول بعض الإجراءات، هناك اختلاف حول بعض الأحداث، ولكن من المؤكد أنه كلما وقع المساس بالحقوق وبالحريات المكتسبة اللي هي أساس رأس مال توا الشعب التونسي، فلا أعتقد أنه الأصوات هذه باش تسكت، وإلا معناها باش تبعد على الساحة. وأعتقد أنها قادرة ولنا فيها الثقة أني دافع على حقها ودافع على حقوقها وعلى حرية الشعب التونسي. أنا بالنسبة لي شخصيا ما عنديش تخوفات. ليش؟ لأنه المجتمع المدني والمناضلين المؤمنين بالحقوق ومؤمنين بالحريات ومؤمنين بحرية الشعب التونسي، مؤمنين بأن هذه مكاسب لا يمكن التراجع فيها، ما يسمحوش لأي كان معناه باش يتجاوز هذا المجال وباش يتعدى على الحريات أو يضيق على الحريات، وكلما ضاق على الحريات كلما سوف ترتفع الأصوات منادية بالدفاع عن مجالها وعن حريتها.